السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية اليوم مرسوم رئاسي عدد 30 مؤرخ في 19 ماي يتعلق بأحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جاء دي دا. الهيئة هذه عندها ثلاثة لجان طبعا الهيئة هذه ترأسها العميد صدق بالعيد يعني تتكون من ثلاثة لجان فيهم اللجنة الاستشارية للشؤون القانونية والاقتصادية تضم ممثلين على المنظمات الوطنية كما اتحاد الشغل كما اتحاد المرأة كما اتحاد الفلاحين ويرؤسها عميد المحامين اللي آه تم تعيينه بأمر رئيسي الأستاذ آه بودرباله هذه آه يعني فيها جملة من المنظمات خاصة فما جدل كبير على منظمة اتحاد الشغل اللي الدين آه بن عايد اللي هو توا يترأس فما خلاف يعني هو ولا الزار بيان سور نور بن عايد يقول اللي هو توا رئيس وهذا خلاف كبير بيناتهم يقول وانه آه رئيس الجمهورية قيس آه قيس سعيد آه اشترط وانه آه يتم إزالة أو تنحية الزار باش يشارك اتحاد الفلاحة في الحوار الوطني وبالتالي صارت جلسة نهار الخميس وتم انتخاب بن عيد رئيسا للمنظمة الفلاحية والزار متمسك بالمنصب متاعو على كل فما إشكاليات كبيرة برشا نرجع لي اللجنة هذه الفيها أو الهيئة الوطنية الاستشارية لجمهورية جديدة فيها ثلاثة لجان قلت اللجنة الأولى هي اللجنة الاستشارية للشؤون القانونيه والاقتصاديه فيها اتحاد الشغل المراه الفلاحه يتراسها عميد المحامين اللجنه الثانيه هي اللجنه الاستشاريه للشؤون القانونيه تضم عمداء كليه الحقوق في تونس ويرؤسها الاكبر سنا يعني الأعضاء الأكبر سنا واللجنة الثالثة هي لجنة الحوار الوطني واللي تضم أعضاء زوز لجين هذوما اللي هما فيهم المنظمات الوطنية وفيهم زاد القانون به الجدل الكبير هذايا توجه خاصة لعميد المحامين عميد المحامين يترأس لجنة اقتصادية فالسؤال اللي توجه له اليوم في إحدى الإذاعات هو إنه شنو خبرتك الاقتصادية لكي تشرف على هيئة يعني اقتصادية يقول عميد المحامين في إجابته بأنه هو يعني هو معناه بما أنه ينجم يمشي مصروفه ويدخر ويفضل وكل شيء بالتالي عنده الخبرة الكافية من وجهة النظر متاعه هذا سؤال توجه له في إحدى الإذاعات التونسية دونك هذوما اليوم اللي هذوما اللي قالنا عليهم رئيس الجمهورية هما اللي باش يكونوا الجمهورية الجديدة وهو مشارك فيهم اتحاد الشيء. الشغل والفلاحة والمرأة والمحامين وعدد معناها من المسؤولين واللي باش ينظروا في الوضعية متاع الجمهورية الجديدة به نحكيه على وضع اقتصادي استثنائي تمر به تونس اخر تصريحات من البنك المركزي التونسي اللي يقول وانه الحالة الراهنة للاقتصاد التونسي راهي كارثيه وهذا يجي في ظل حديث على تغيير الحكومه طبعا نحكي لكم عليه دونك المتحدث الرسمي باسم صندوق النقد الدولي يقول وانه المؤسسه الماليه تواصل محادثاتها مع السلطات التونسيه وتعتبر انه الوضعيه الاقتصاديه للبلاد كارثيه يقول من الضروري اليوم انه يتم اتخاذ اجراءات حاسمه وتنفيذ الاصلاحات من غير ما يتم نهايه من غير ما يتم انتظار نهايه المحادثات او ابرام برنامج تعاون مع صندوق في هذا الصدد علاش قلت انه فم حديث على حكومه جديده هذا آه تقريبا الكلام اللي احكيه اليوم الناشط السياسي محمد علي عباس محمد علي عباس يقول وانه رئيس الجمهوريه قيس سعيد طالما وانه واصل في مسار 25 جويليه فانه لازم يتحمل المسؤوليات في هذا الخصوص وبخصوص معنى التحوير الوزاري المرتقب اللي فما برشا ولا مده يحكي عليه يرجح وانه فما امكانيه كبيره انه تكون فما حكومه اخرى اقوى من حكومه نجله بدن خاصه من حيث الانجازات فما برشا جدل اليوم على بدن يقول وانه الشعب باش يكون مع سيادة الوطن مع التعبير الحقيقي آه لتطلعاته في المحطات المهمة لخطر جاي استفتي بعد الاستشارة الوطنية اللي قال فيها كلمته فما زد الاستفتاء ومن بعد فما الانتخابات به آه فما نقطة أخرى أثيرت في الفترة الأخيرة الجيش حكيوا عليه برشا مسؤولين سياسيين على اعتباره أن الجيش اليوم ينجم يحسم الأمر فما دعوات ضمنية لعصين أوامر رئيس الجمهورية الناشط السياسي محمد علي عباس يقول أنه رئيس الجمهورية قيس سعيد يحكم بالمؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية اللي هي الحامية الأولى لمسار سار 25 جويلية على حد تعبيره ويقول عباس معناها أنه المؤسسة العسكرية في خدمة الدولة التونسية وقيس سعيد هو رئيسها بصفته هو القائد الأعلى للقوات المسلحة يقول أن المؤسسة الأمنية بقات مؤسسة وطنية رغم تخريبها واختراقها بالأمن الموازي على حد تعبيره ولكن قيس سعيد يقول هو رئيس شرعي ويقول أن شرعيته مسألة غير قابلة للنقاش وكل نتائج سبر الآراء أتأكد أنه يحظى بدعم كبير برشا من قبل معناها النسبة الأكبر للشعب التونسي هذه في ظل انتقادات كبيرة مثلا القول يوم القيادية بقلب تونس امال الورثة تقول انه المشروع متاع رئيس الجمهوريه قيس سعيد ولا يمثل خطر داهم وجاثم على الدوله ومؤسساتها وعلى مكتسبات الجمهوريه الوطنيه على حد تعبيرها وتقول انه صوره العار اللي جابت العالم نهار 25 جويلية هي صوره البرلمان المغلق بدبابه وما هيش صوره قيس سعيد وتقول وانه قررت رئيس الجمهوريه قررت تغير الدستوريه هذاك علاش قام بحل الهيئه الوقتيه لمراقبه دستوريه القوانين باش ما على حد تعبيرها سينو رئيس الجمهورية ماضي في الوحدة متاعه ماضي في الإجراءات الأولى وانطلق رسميا يعني في بناء الجمهورية الجديدة من خلالها لجان اللي طال الانتظار متاعهم واليوم أعلن عليهم لجنة وطنية أو هيئة وطنية تتكون من ثلاثة لجان بما فيهم لجنة الحوار اللي هذا قد يرضي اتحاد الشغل لأنه يقول لك أنا ما نحبش نكون موجود صورة وأمضي على إصلاحات هما يعني تم اتخاذهم مسبقا ونحب يكون عندي رأي ونقاش وما ندخلش في حوار يعني محسوم النتائج من قبل هذاك علاش موقف اتحاد الشغل توا من هاللجنة هذية مهم يسر ياسر ياسر اللي هو زادة أراه باش يحدد مصير هالاصلاحات هذه اسكو بش اذا كان دعمهم اتحاد الشغل يقول لك انا لاني ندعم مطلقا يعني رئيس الجمهوريه ولاني زادة مش ندخل في خندق المعارضه وموقفي باش يكون مبني على السياده الوطنيه لا اكثر ولا اقل باش نراعي معناها المصلحه الفضله للدوله التونسيه وبالتالي لين يمشي نكون مع الرئيس يعني شك على بياضه ولين يمشي نكون يعني ضمن المعارضه